أولا نحب نقدم أحر تعازينا باسم الحزب الجمهوري إلى عائلات الشهداء، إلى العائلة الأمنية، وإلى الشعب التونسي الكل. اليوم مرة أخرى تونس تقدم شهداء رجال بررة من أبنائها فداء لهذا الوطن. اليوم سقطوا أبناء تونس على يد الجماعات الإرهابية، للأسف معناتها كنا نبهنا للظاهرة الإرهابية منذ أكثر من سنة، ولكن كانت رسالة الحكومة هي التساهل مع هذه الجماعات، خلونا هذوما ناس يعملوا في فوتينغ. اليوم الفشل الحكومي إذا كان موش ظاهر لحتى حد اليوم يتأكد أنه هذه الحكومة اليوم يمكن وأكيد قاعدة تأخذ في خطوات، ولكن هذه الخطوات جات متأخرة بعد ما الجماعات الإرهابية هذه تقوى عودها، واليوم أصبح التحدي للمجتمع التونسي الكل، مش فقط الأمنيين، ولكن أنا متأكد أنه الجسم التونسي اللي اليوم مجروح بعد هذا الاعتداء الآثم، نعتبر أنه هذا الجسم سيرد الفعل وسوف نكون يد واحدة في مواجهة الإرهاب. وإن شاء الله الحكومة المقبلة أول ملف سوف يكون على طاولة نقاشاتها سوف يكون استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وإن شاء الله من جهتنا كمعارضة وطنية سنتقدم بمقترحات للوصول لهذا الهدف. هي حقيقة منها مأساة، يعني بأتم معنى الكلمة. احنا نترحم على أرواح الشهداء جدد هذوما، من المفروض أن الحكومة هذه في الحادثة هذه تخرج على الأقل وتقول كلمة فيما يخص الوضعية الأمنية اللي ولات منها يعني مأساة حقيقية. وهذا من الأشياء اللي يخلي من كل الأطياف السياسية وحتى المجتمع المدني يطالب به يعني تنحي الحكومة هذه واستبدالها بحكومة يعني تجم تعالج الأمور هذه بما فيها الأمنية. المماطلة الحالية اللي نشوفوا فيها احنا توا من مصباح حتى توا توليل قرابة السبعة متاع العشية ولا حاجة كما كي يعني، والسيد رئيس الحكومة مازال ما أدلاش بتصريحه. مفروض التصريح كما هذا يعني يحضروا مدة توا 3-4 أيام، هو وقت تلميذ عنده دوفار الغدوة يحضروا في اللي يحضروا البارح، ما يستناش حتى لآخر دقيقة. إيش معناه هذا؟ معناه هذا عدم جدية، عدم جدية، وهذا معناه نوع من أنواع إفشال الحوار الوطني. على كل احنا مش نثبت بال1% اللي مازالت معناها هذاك الخيط هذاك الأمل هذاك، احنا مش نقعد هنا نستناو في سي رئيس الحكومه مش يقول لنا باش على اثره نجموا نتحركوا ونجموا نتفاعلوا ونجموا نقروا اش نجموا نعملوا باش ننقذوا بلادنا. كلنا الم الحقيقه اللي هالمسلسل نتاع الارهاب ماهوش فاكك على بلادنا. انا نترحم على شهدائنا من الحرس الوطني ونترحم عليهم ونعزي عائلاتهم وليداتهم وصغيراتهم وعائلاتهم القريبه ونعزي كل التوانسه. الدم هذا اللي مازال سخون كارو يكون حافز باش نعجل في الحل وإنقاذ تونس. يا أخي جانا الخبر توا اللي سي علي العريض أجل الندوة الصحفية والإعلان على استعداده لتقديم استقالة حكومته، تبقى لخارج الطريق باش ينطلق الحوار وننهيه بإعادة الأمل للتونسيين، لأنه الوحدة متاع التونسيين الوحدة الوطنية التونسيين ظل معنوياتهم مرتفعة، مش هكا متخلقين لبلادهم هذاك الحصن الحصين ضد الإرهاب. والله شيء حزن، شيء حزن، معناتها الحكومة معناتها اللي وفات شرعيتها معناتها ما هيش مستوعب الأمر، ولا الإرهاب هي معناتها متسبب فيها، ولا ما نعرفش كيفاش نورمال ما معناتها يزيهم معناتها ما حتى كان ما همش هما مصدر معناتها اللي صار، يلزم فقدوا شرعيتهم وما نجموش معناتها يخدموا البلاد يخليوها لغيرهم.